صباح الخير ابو سينا. دلي تشرفنا دلي كثير على فكره، اسمك حلو غريب مش معقول في منه. دلي هل انت طالعه على الطبق الاول ام لا؟ طالعه على الطبق الثاني ام جي طالعه على الطبق الثالث ام ده طالعه على السطح؟ شو طالعه ثاني على السطح؟ طالعه على السطح طالعه ثاني. اه يعني باء باء يعني باء. مش معقول، كثير لذيذه انت على فكره حبيبتي. بس ما قلتي لي دلي هل انت الف طالعه عن اهلك ام باء طالعه عن الشركه اللي بتشتغلي فيها ام جي طالعه عن بعض اصدقاء ام دال طالعه لعندهم شريدك يا ملعون لحتى ترتكبوا الفحشاء؟ خبريني يا فحشاء، طالعه على بيتي انا مستاجره هون جديد. جارتي جارتي مش معقول، انا وياكي هيك بدنا نصير، انا وياكي هيك بدنا نصير. ضلي شو برايك لازم نعمل؟ هل الف نقعد كل يوم انا وياكي ندردش سوا؟ ام باء كل يوم انا وياكي نروح نتسوق سوا؟ ام جيم نروح انا وياكي نقعد على البلكون ونقلي على الجيران يلي بياكلوا هوا؟ ام دايما بنقول كلهم مع بعضهم؟ يا اختي روي وحني عني ما انا عندي ان شاء الله ان شاء الله، بس انا وقت هيك تلقلق ما عندي ما عندي وقت. يا حبيبتي روي شو هلا انت كيف عم تصرخي لاني خايفه من القطعه؟